أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نؤدي الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى حقه في معاملاتنا وفي عباداتنا وفي كل أمورنا، لذلك لا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من الفرار إلى الله، ففروا إلى الله جميعا، هذا ما قال الحق سبحانه في كتابه العزيز، وما جاء في كتابه عز وجل يدل على أن الأدب مع الله هو واجب في هذا الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره. فنحن لا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، وهو خالقنا وهو ولي أمرنا وولي رزقنا وولي كل ما نحن فيه. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبتي الكرام، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم لما نستيقظ فنقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فشكر الله واجب أحبتي الكرام، الحمد باللسان والشكر يكون بالعمل. وحسن البصري رضي الله عنه يقول لما سأله أحدهم: كيف وصلت إلى ما أنت فيه من زهد؟ قال: وصلت إلى ما فيه أنا من زهد بثلاث: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن به قلبي، وعلمت أن الله معي فاستحييت أن أعصيه، وعلمت أن الموت ينتظرني فعملت له. لذلك أحبتي الكرام، استحضار وجود الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته، وهنا أستحضر كلمة لابن عطاء السكندري الذي يقول فيها: لا تنظر إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فاللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.